على استاد الصداقة والسلام التقى العربي نظيره الساحل في مباراة يسعى من خلالها الفريقين لتحسين مركزيهما في الدوري التصنيف. البداية أتت للعربي بفرصة أضاعها بطريقة غريبة بدر طارق، كرة عرباوية جماعية أثمرت عن هدف أول للأخضر عن طريق بدر طارق، ركلة جزاء للساحل بعد أن ارتطمت كرة ليوناردو بيد جمعة عبود ليسجل محمد جمال هدف التعادل لأبناء يوسف جالي. ركلة جزاء غير محتسبة للعربي أثارت حفيظة العرباوية بعد احتجاجهم الكبير على الحكم ضيف الله الفضلي. ثلاثة تبديلات هجومية دفعة واحدة لكتيبة يوسف جالي في محاولة لاقتناص النقاط الثلاث من فم الأسد. بالمقاص عبد الله عمار يضع كرة جميلة برأس سيدريك هنري ليتقدم الأخضر بهدف ثاني في مرمى نواف المنصور. توصل عبد الله عمار جول. قبل الختام أحمد الصالح كاد أن يضيف الهدف الثالث إلا أن رأسيته أضاعت طريق المرمى لتنتهي المباراة بفوز عرباوي مهم بهدفين لهدف وحيد. العربي أنا اللي عرفه ما قصروا يا باسر مرمر، عطوه كل ما اطلبه باسر مرمر قالوا له تفضل، بالتالي قال له أنا أبي فلوسي كاملة خلاص. هذا القرار موجود عند مجلس الإدارة، يعني هو اللي يتخله. أنت عضو مجلس إدارة، أنت جزء من المجلس الإدارة يا أبو عبد الله. أنا عود من حزمة، عارف شلون؟ القرار موجود ولازم في اجتماع مجلس إدارة وفي محضر بعدين يقررون، يعني أنا ما أقدر أنا أقرر كشخص أنا بروحي، ففي أعضاء مجلس إدارة يقررون، في رئيس مجلس إدارة، في أعضاء، هم يقررون شنو اللي راح يتخذون مع باسم مرمى، هل يخلصون الموضوع أو إنه خلى يلجأ للقضاء، ما عنده مشكلة. هو مفروض بالبداية ياخذ انذار، فأنا حاولت أني ألفت انتباه المدرب، لا كنت بمد ايدي ولا شيء، بس حاولت ألفت انتباه الحكم وقدر أعطي انذار بس. زين، مع غياب عبد المحسن العجمي وعبد العزيز إياد، هل تأثر نادي الساحل ولا بمن حضر يعني على قولة؟ والله الحمد لله بنادي الساحل عندنا بمن حضر، لكن مثل ما أنت تعرف المحترفين بنادي مثل نادي الساحل إذا ناقص ثلاث محترفين يعني يمكن لاعبين صغار اللي ما عندهم خبرة، في المباريات هذه تفرق، تتباري فريق كبير وصاحب خبرة مثل نادي العربي. نادي العربي من الأندية اللي تحترمها، مبروكين على الثلاث نقاط، هارد لك الساحل وإن شاء الله نعوضها المباراة الجاية. العربي يهزم الساحل في مباراة شهدت عودة محمد الزنيفر للعب مرة أخرى بعد تجديد عقده مع الأخضر لمدة ثلاثة مواسم. تجاوز النادي العربي الساحل 2-1 في مباراة كثيرة الاحتجاجات ليصل إلى النقطة 11 في استاد الصداقة والسلام من دوري الاس تي سي التصنيف. يوسف هندي لبرنامج الديربي.